شكرا للزميل العزيز جحنون الحضري، شكرا للكباتن في الاستوديو التحليلي. عودة مجددة إلى حضراتكم مشاهدينا متابعينا أينما كنتم أينما تواجدتم إلى ديربي الجنوب، ديربي السلطنة الأول، ديربي ظفار والنصر. عزيز المتابع، تركنا شوط المباراة الأول ينتهي بتقدم مستحق لنادي النصر بهدف أتى عن طريق اللاعب المغربي عبد الرزاق بن تايري في مطلع شوط المباراة الأول. ناتي الآن عزيزي المتابع إلى شوط المباراة الثاني من هذه المباراة، من هذه المباراة التي يبحث فيها نادي ظفار عن الانتصار، ويبحث نادي النصر فيها عن إسعاد الأنصار في هذه المباراة. شوط المباراة الأول عزيزي المتابع كان متكافئ نوعا ما في أفضلية نسبية لنادي النصر، أتت ثمارها من خلال الهدف المسجل من جانب اللاعب المغربي عبد الرزاق بن تايري. ناتي الآن إلى شوط المباراة الثاني من هذه المباراة، من هذه المباراة المنتظرة هنا، ديربي ظفار والنصر في هذه المباراة. وأذكر بأن مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي 0-0، كانت هنا على أرضية هذا الملعب، كانت في ضيافة نادي النصر، بينما هذه المباراة في ضيافة نادي ظفار. كرة ترسل لكن تبعد من جانب الدفاعات النصراوية في الكرة الماضية. تغيير عزيزي المتابع بالنسبة لنادي ظفار، خروج اللاعب معتز صالح وإشراك اللاعب قاسم سعيد، بينما نادي النصر لم يجري أي تغييرات على مستوى التشكيلة، هي نفس الأسماء التي بدأت شوط المباراة الأول. تذكير سريع بتشكيلة الفريقين، النصر عزيز المتابع بفايز الرشيدي في حراسة المرمى، خط الدفاع الرباعي خالد اسكندر، فهد نصيب وفهمي دوربين، أنور مبارك، خط الوسط محب عوض، فالو غالاس، جمعة درويش، مازن السعدي، عبد الرزاق بن تايري وسامبا، بطريقة لعب 4-2-3-1، الطريقة التي ينتهجها المدرب المصري حمزة الجمل. بينما تشكيلة نادي ظفار بالتبديل الوحيد الحديث عن قاسم سعيد الذي تم إشراكه على حساب اللاعب معتز صالح في هذه المباراة. وأشاهد بأن علي البوسعيدي هو من سيشغل مركز الظهير الأيسر لنادي ظفار في مركز في شوط المباراة الثاني. بالفعل إذا علي البوسعيدي، نادر عوض، أحمد سليم، سعيد ربيع، عبد الله فواز، تامر الحاج، رائد إبراهيم، قاسم سعيد أدمير، ولاوسن بيكاي. هذا هو الحال بالنسبة لتشكيلة نادي ظفار في شوط المباراة الثاني، في شوط المباراة الثاني، هذا الشوط الذي نبحث من خلاله عن إثارة بصراحة بين الفريقين في هذه المباراة. كرة ترسل لمصلحة ظفار علي البوسعيدي. العديد من اللقاءات عزيز المتابع جمعت الفريقين تاريخيا، الحديث عن الإحصائيات، الحديث عن أن 29 لقاء سابق جمع الفريقين. الانتصار كان لظفار في 10 مباريات، النصر حقق الانتصار في 5 مباريات، التعادل كان حاضر عزيزي المتابع في 14 مباراة. الحديث عن الإحصائيات منذ عام 2004 بين الفريقين، لاحظنا الكرة الماضية والخطأ الذي كان لمصلحة رائد إبراهيم في الكرة الماضية. هنا جماهير نادي النصر، الجماهير التي تعيش حالة من الفرح نتيجة المباراة المسجلة. الفوز في مباراة الديربي يعني الكثير بصراحة للجماهير، للعاشقين، للمحبين لنادي النصر في هذه المباراة. ويا حالاته إذا جاء على حساب نادي ظفار، ويا حالاته إذا جاء على حساب نادي ظفار، والعكس صحيح تماما عندما يحقق نادي ظفار الانتصار على نادي النصر. هذا ما عرفناه، هذا ما عهدناه في مواجهة الفريقين، في العلاقة منذ القدم بين الفريقين في ديربي السلطنة الأول. لاوسن واحد على واحد، خالد اسكندر ممتاز، خالد اسكندر يقدم مباراة دفاعية ممتازة، رائد إبراهيم يتقدم إلى لاوسن، إلى البوسعيدي، علي عرضية، فايز الرشيدي يبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. فايز الرشيدي بصراحة يقدم مستويات طيبة، يمر بأفضل فتراته على مستوى
أداء ثابت من مباريات طويلة. الحديث عن فايز الرشيدي والحديث عن ما يقدمه والحديث عن جماهير نادي ظفار التي تشجع وتؤازر ولا تعير اهتمام للنتيجة المسجلة الحاضرة في هذه المباراة التي تشير على تقدم نادي النصر بهدف نظيف إلى الآن. إلى الآن الكرة ترسل أو سترسل من الضربة الركنية لنادي ظفار عن طريق أدمير. الكرة سترسل لكن حكم المباراة يؤجل ذلك للحديث مع اللاعبين ومطالبتهم بالهدوء. الكرة ترسل من أدمير، فايز الرشيدي يخرج في التوقيت المناسب ويتحصل على خطأ في الكرة الماضية. هذا هو فايز الرشيدي، اشتراك محارس المرمى بينه وبين لاوسن بيكاي، بعد ذلك سقوطه والخطأ الذي كان هنا إبعاده للكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. بالتوفيق لفايز الرشيدي لبقية زملاء في المنتخب الأول، منتخبنا الوطني في بداية الحلم الآسيوي في تصفيات كأس أمم آسيا القادمة. يبدأ منتخبنا مباريات أمام منتخب بوتان في 28 من هذا الشهر. الكل يعلم بأن بعد هذه الجولة سيتوقف الدوري وسيعود في 7 أبريل القادم. كرة ترسل من أدمير، يحاول داخل منطقة الجزاء لكن تغطية حاضرة من جانب فالو غالاس في الكرة الماضية. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، مازن السعد يتألم في أرضية الملعب. تدخل للطاقم أو للكادر الطبي للإطمئنان ومعاينة اللاعب مازن السعدي الساقط في أرضية الملعب، جانب من الحضور الجماهيري الترقب في هذه المباراة. هنا اللوحة الجميلة، لوحة تشكل من قبل جماهير نادي ظفار العاشقة المتيمة، وهنا في الطرف الآخر الجماهير النصراوية، لكن يبدو التفوق واضح بالنسبة للحضور الجماهيري لنادي ظفار في هذه المباراة. نادي النصر الذي يتواجد في المركز الثامن، في بصراحة مركز لا يليق باسم نادي النصر، تواجد في المركز الثامن من 17 مباراة سابقة، حقق الانتصار في 5 مباريات، تعادل في 7 مباريات وخسر في 5 مباريات، سجل 18 هدف واستقبل 23 هدف، يملك 22 نقطة. حديث عن نادي النصر، بينما نادي ظفار الذي يتواجد خلف الشباب من 17 مباراة فاز في 9 مباريات، تعادل في 4 مباريات وخسر في 4 مباريات. أقل الفرق تعرضا للخسارة هو نادي الشباب بخسارة واحدة في 17 أو في 18 مباراة، طبعا بعد انتهاء مباراته في مساء هذا اليوم، تفوق على المتذيل الترتيب نادي دعلان بهدف نظيف في مساء هذا اليوم وموسعا الفارق الى 9 أو إلى 8 نقاط بينه وبين نادي ظفار. بالوضعية الحالية يا حمزة الجمل المدرب الذي يتفوق الى الان في هذه المباراة، المدرب المصري، مثل ما تحدثت في بداية شوط المباراة الأول، هو عارف كل خبايا نادي ظفار، عارف نقاط القوة ونقاط الضعف بالنسبة لنادي ظفار. هو قاد نادي ظفار في 13 مباراة في بطولة الدوري في القسم الأول، في 13 مباراة تغلب نادي ظفار في 7 أو تحقق الفوز في 7 مباريات. تكمل الحديث بعد هذه الكرة المرسولة، تقطع، عادت مرة أخرى. حمزة الجمل رفقة نادي ظفار في 13 مباراة 7 حالات فوز، 4 تعادلات، خسارة في مناسبتين. هنا مرسولة لاوسن بيكاي، هل تأتي تصويبة من أدمير؟ غير رأيه، الكرة مرسولة في الطرف الأيمن، يأتي التقدم، الكرة مرسولة مقوسة، يبدو الإطالة عدت خط التماس إلى خارج أرضية الملعب.
عدت خط التماس إلى خارج أرضية الملعب. الاشتراك بين سامبا ونادر عوض والحوار الثنائي بين اللاعبين. هنا سعيد ربيع اللاعب الذي يرى في مواجهة محب عوض متعة خاصة في هذه المباراة، لكن محب عوض ورفاقه يتفوقون إلى الآن بالنتيجة المسجلة، يتفوقون في الديربي، ديربي السلطنة، ديربي الجنوب، قل عنه كيف ما تشاء، هو واحد من الديربيات المهمة هنا في السلطنة. كرة مرسولة أحمد سليم، وشاهد اللاعب الإيراني محمد إسماعيل ناظري يتهيأ لعملية النزول في قادم اللحظات من شوط المباراة الثاني. كرة ترسل إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي تماس لمصلحة ظفار. رائد إبراهيم يتقدم، رائد ترسل إلى سعيد ربيع، هل يأتي الربيع؟ هل يأتي الربيع؟ أدمير، كرة مقطوعة من فهد نصيب، بالكعب ممتازة، جلاس أرسل كرة بينية لكن نادر عوض في الكرة الماضية. هنا كرة مرسولة لكن حكم المباراة على ماذا يشير؟ يشير على الاستمرارية في الكرة الماضية. اشتراك بين نادر عوض وسامبا أو مازن السعدي في الكرة الماضية، وحكم المباراة يشير على الاستمرارية. كرة مرسولة، رائد إبراهيم، تخلص إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي تماس. لاحظ لاحظ الكرة والاشتراك العادي من وجهة نظري في الكرة الماضية، مرت الكرة بعد ذلك ووصلت إلى حارس المرمى رياض السبيت. حكم المباراة الدولي عبد الله الجرداني يطالب اللاعبين بالهدوء، واحد من الأسماء المميزة في عالم التحكيم على مستوى القارة الآسيوية. أتحدث حديث هنا عن المساعد الأول في هذه المباراة أو لمباراة هذا المساء، الحديث عن عبد الله الجرداني الحكم الدولي، الحكم الذي أدار نهائي دوري أبطال آسيا مباراة الذهاب العين الإماراتي جومبوك الكوري في مدينة جومبوك في كوريا الجنوبية. كرة مرسولة، حارس المرمى خارج عن مرمى في الكرة الماضية، مرسول، أوه تتخلص الكرة الماضية، عادت مرة أخرى من سعيد ربيع. كرة مرسولة إلى أدمير لكن قبل ذلك مقطوعة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس. رياض سبيت، رياض سبيت في هذه المباراة، لا أريد أن أقسو على رياض سبيت لكن ارتكب بصراحة أكثر من هفوة في هذه المباراة. الكرة التي تسجل أو سجل منها الهدف كانت كرة في المتناول نوعا ما، ارتطمت قبل بالأرض، والكل يعلم صعوبة الكرة التي ترتطم قبل وصولها إلى حارس المرمى، لكن كان بإمكانه أن يتصدى للكرة الماضية. بعد ذلك أمسك الكرة خارج منطقة الجزاء وتسبب بخطأ كاد أن يأتي بالهدف الثاني لنادي النصر، والآن يخرج من مرماه في الكرة الماضية. هذا هو رياض سبيت، خرج من مرماه بعيدا ومن ثم أتت العودة في الكرة الماضية. عادت من جديد لمصلحة ظفار، ظفار الباحث عن الانتصار، كيف سيأتي الانتصار؟ كيف سيأتي؟ كيف الطريقة؟ كرة مرسولة تتخلص، نادي النصر يقدم مباراة دفاعية على أعلى مستوى، نادي النصر يقدم انضباط تكتيكي على أعلى مستوى في هذه المباراة. كلمة حق يجب أن تقال، رائد إبراهيم، عبد الله فواز إلى أدمير، كرة مرسولة في الطرف الأيمن، سعيد ربيع، عرضية لكن الدفاع، الدفاع من فهد نصيب في الكرة الماضية. عادت مرة أخرى لمصلحة ظفار، كرة مرسولة، أدمير يحاول في الكرة الماضية، علي البوسعيدي، هل تأتي المقوسة؟ تصويبة، أوه كانت مباغتة من البوسعيدي، كانت مباغتة من البوسعيدي، علي أرسل الكرة بهذه الوضعية، مرة تعدت
أمام مرأة من هذا الرجل المدرب المصري حمزة الجمل. في الكرة الماضية طالت الكرة، مرت عدت بجوار القائم الأيسر إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ 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 الكرة، لاحظ الكرة، لاحظ الكرة التي مرت وعدت إلى خارج أرضية الملعب. هل يتفوق المصري المدرب المصري على المدرب الأسباني؟ هل يتفوق صاحب 54 سنة أو صاحب 47 سنة المدرب المصري حمزة الجمل على المدرب الأسباني صاحب 54 سنة؟ سنتعرف على إجابة هذا التساؤل مع نهاية المباراة بإذنه تعالى. رمي تماس مع أنوار العلوي أو أنور مبارك، كرة مرسولة من تامر الحاج، عودة إلى حارس المرمى رياض السبيت. كرة مرسولة وصلت إلى أدمير، إلى سعيد ربيع داخل منطقة الجزاء، لكن فهمي دوربين، فهمي دوربين، الكرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمي تماس لمصلحة نادي ظفار. نتيجة 1-0 عزيزي المتابع، حضرت في العديد من المناسبات هذه النتيجة بالذات 1-0. آخر مرة عزيزي المتابع حضرت في بطولة كاس مازدا للمحترفين في 8 نوفمبر عام 2015، يومها تغلب نادي ظفار بهدف نظيف. حضرت أيضا في كاس المحترفين في 2 سبتمبر في عام 2013، تفوق نادي النصر 1-0 في تلك المباراة. أما على مستوى بطولة الدوري عزيزي المتابع، هذه النتيجة بالذات حضرت في 11 فبراير عام 2011، يومها تفوق نادي ظفار بهدف نظيف في تلك المباراة، نتيجة 1-0 الحاضرة في هذه المباراة. علي البوسعيدي كنترول ممتاز، يبحث عن المساندة، يبحث عن الزميل، قبل ذلك تغطية حاضرة من جانب خالد اسكندر. عبد الله فواز، عبد الله يحاول ارسال كره في الطرف الايمن لكن مقطوعه من انور مبارك، وصلت الى عبد العزيز وبن تايري، عبد الرزاق بن تايري، الكره الى خارج ارضيه الملعب. المدرب الاسباني يعمل على اجراء تبديل الثاني، ثاني اوراق الرابحه في هذه المباراه. خليل الدرمكي هو من ربما قد يتم إشراكه. أشاهد أتهيأ للنزول في شوط المباراة الثاني من هذه المباراة التي لا زالت تبتسم لنادي النصر. جالاس بشكل ممتاز، خدوهات تيك تاك حاضرة في الكرة الماضية، الكرة ترتطم بنادر عوض بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. كان يطالب بركلة جزاء، كان يطالب بركلة جزاء فالو جالاس، مطالبا حكم المباراة بأن الكرة لمست يد اللاعب نادر عوض في الكرة الماضية. حكم المباراة تشير على أن الكرة سليمة، بعد ذلك ركلة ركنية لمصلحة النصر. عبد الله فواز إذن يتم استبداله من جانب المدرب أندريا غارسيا بخليل الدرمكي. كرة مرسولة من بن تايري داخل منطقة الجزاء، هذه خطيرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة ركنية أخرى، ركلة ركنية أخرى سترسل من جانب عبد الرزاق بن تايري من جانب اللاعب المغربي، يرسل كرات مقوسة تشكل خطورة على حراس المرمى، تشكل خطورة على حراس المرمى. الحديث عن عبد الرزاق بن تايري، كرة مرسولة لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة ركلة ركنية لمصلحة نادي ظفار في الكرة الماضية. إعادة لضربة للكرة التي مرت وعدت، الكرة التي كان يطالب فيها جالاس بوجود ضربة أو ركلة جزاء في الكرة الماضية. اللمس كان موجود
لكن إن كان متعمد أو غير متعمد هذه مع حكم المباراة. هذه مرسولة رايد إبراهيم واحد على واحد ممكن يمر، رايد يحاول في الكرة الماضية، لكن خالد إسكندر يا حبيبي خالد إسكندر يقدم مباراة تكتيكية يتفوق فيها دفاعيا على رائد إبراهيم على القادمين من الجهة اليسرى على على كرة مرت وعدت، الهدف لم يأتي من أقدام لاعبي نادي ظفار إلى الآن، لكن ربما قد يأتي وكاد أن يأتي من أقدام فهد نصيب في الكرة الماضية مرت وعدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أدمير كرة ترسل داخل منطقة الجزاء، محاولة وصلت إلى أحمد سليم، عادت إلى قاسم، من قاسم إلى علي البوسعيدي. كنت أتحدث عن خالد إسكندر وجهد الكبير على مستوى التغطية الدفاعية على رائد إبراهيم وعلى علي البوسعيدي، يحاول يتفوق عبد الرزاق بن تايري، وصلت إلى جمعة درويش، وصلت إلى مازن السعدي، مازن السعدي ينتظر عبد الرزاق بن تايري، يبحث عن المساندة، تأتي المساندة من جانب أنور مبارك. بن تايري مرة أخرى إرسال كرة خلف المدافعين لكن تفتقد للدقة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ الكرة الاشتراك الذي كان بين أحمد سليم وبين جمعة درويش، حكم المباراة لم يشاهد اللقطة، ولو شاهد اللقطة يبدو لي سيكون هنالك قرار متخذ. كرة مرسولة، محاولة، ديربي الجنوب هكذا وإلا فلا، ديربي الجنوب هكذا وإلا فلا، ركلة جزاء، ركلة جزاء في هذه اللحظات لمصلحة الظفار، لمصلحة الظفار في الكرة الماضية. من المتسبب؟ من المتسبب في الكرة الماضية؟ هل هو قاسم سعيد؟ هل هو قاسم سعيد في الكرة الماضية؟ لاحظ 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 الدرمكي، لاحظ الدرمكي، لاحظ لاحظ الكرة، لاحظ المحاولة، ولاحظ الدخول على القدم من جانب فايز الرشيدي، الدخول على القدم من جانب فايز الرشيدي. هذا رأي المتواضع جدا، تترك هذه الركلة للزملاء. الحديث عن الزميل جحنون الحضري في برنامج بعد الصافرة سيناقش هذه الحالة بدون شك، الحديث عن ركلة جزاء لنادي ظفار في رأي المتواضع بأنها كانت سليمة نظرا لتدخل فائز الرشيدي على قدم خليل الدرمكي في الكرة الماضية. في الكرة الماضية هي ركلة جزاء وليس هدف، هي ركلة جزاء وليس هدف. أقول ذلك لأن فائز الرشيدي يتمتع بحس ممتاز جدا على مستوى ركلات الجزاء، على مستوى ركلات الجزاء. لاوسن ابن البلاد الأفريقية، ابن الأدغال الأفريقية، هل يتمكن ويجد الطريق إلى شباك فائز الرشيدي في الكرة الماضية؟ لاوسن، فائز، لنادي ظفار، لنادي ظفار. إذن من أجل مواصلة المشوار عزيز المتابع يسجل هدف التعادل الآن. ولع الديربي، ولع، ولع الديربي، ولع، خذ لك مباراة الآن، خذ لك متعة الآن، خذ لك متعة الآن تقدم في هذه المباراة. لاحظ لاوسن بيكاي، لاحظ الدليل، الدليل الرسمي، الدليل الرسمي لنادي ظفار، لنادي ظفار. يسجل 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 من يجيد المرور بين الأدغال الأفريقية، لا تستعصي عليه الأمور أمام ضربات الجزاء أو ركلات الجزاء. قادما من البلاد الأفريقية، قادما من الأدغال، كرة مرسولة، هل يأتي الثاني؟ هل يأتي الثاني؟ أدمير، 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 فايز الرشيدي يبقي على النتيجة، فايز الرشيدي يبقي على النتيجة. كرة ترسل من فايز إلى حامي العرين الآخر، الحديث عن رياض سبيت والحديث عن آخر 20 دقيقة ستكون في غاية المتعة، في غاية الإثارة في هذه المباراة. خذ لك مباراة الآن، خذ لك مباراة الآن. عبدالله المشايخي سيتم إشراكه في هذه اللحظات من قبل نادي النصر
سيتم استبداله او تبديل من جانب نادي النصر. خروج اللاعب مازن السعدي يبدو لي هو من سيخرج، هو من سيترك ارضيه الملعب. بالفعل اللاعب الذي يعاني من اصابه في ارضيه الملعب سياتي عبد الله المشايخي في هذه اللحظات. فايز الرشيدي تحدث مع حكم المباراة، لم ينسى ضربة الجزاء وركلة الجزاء، يتحدث مع حكم المباراة، لكن 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 أوه نعم عزيز المتابع، للأحمر جينا، للأحمر جينا من كل مدينة، والفوز بإذن الله بإذن الله لينا. هذا هو الحال بالنسبة لجماهير نادي ظفار. عندما تتحدث جماهير الزعيم لا مجال لحديث المعلقين إطلاقا. هذا الجمهور يتحدث عن نفسه، يعلق عن نفسه. الحديث عن جماهير نادي ظفار الحاضرة الباحثة عن الانتصار في هذه المباراة التي لم تنتهي ويتبقى من وقتها الأصلي الحديث عن 18 دقيقة قادمة ستحمل في طياتها الكثير والكثير من الإثارة والندية والرغبة من جانب الطرفين في هذه المباراة. في هذه المباراة إذن عبد الله المشايخي يتم إشراكه بهذه اللحظات بديلا لمازن السعدي في هذه اللحظات. حمزة الجمل، حمزة الجمل يتابع هذه المباراة ويناظر هذه المباراة ويعمل على التبديل والتغيير على مستوى الأسماء أملا في الحصول على نتيجة هذه المباراة. ولملمت الجراح بعد الخسارة المدوية أمام نادي السويق، والحال مشابه تماما لنادي ظفار بعد الخسارة في الجولة الماضية في بطولة الدوري أمام نادي فنجة بنتيجة 1-3. 1-3. الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس، تتخلص إلى خارج أرضية الملعب. 1-1. 1-1. متى حضرت عزيزي المتابع؟ متى حضرت هذه النتيجة؟ الحديث عن هذه النتيجة المسجلة 1-1 حضرت عزيز المتابع في الدوري، الدوري العماني للنخبة يسمى في تلك الحقبة. الحديث عن مباراة الفريقين كانت في 9 فبراير عام 2013، يومها انتهت تلك المباراة بتعادل 1-1 على مستوى بطولة الدوري. هل تستمر هذه النتيجة؟ إذا تسألني عزيزي المتابع أقول لك لا. في هدف قادم، في هدف قادم، كرة مرسولة، عبد الرزاق بن تايري عادت مرة أخرى، خطأ لمصلحة نادي النصر في الكرة الماضية. حديث من جانب حكم المباراة مع تامر الحاج وفهمي دوربين في الكرة الماضية، كان تدخل في الكرة الماضية، تدخل عنيف نوعا ما من تامر الحاج في الكرة الماضية. جماهير النصراوية التي تترقب ما ستؤول إليه نتيجة هذه المباراة. فايز الرشيدي قدم واحدة من مبارياته المميزة دائما وأبدا، وأنا دائما بصراحة أقول بأن بصراحة فايز الرشيدي ظلم وحظ هكذا، ظهر في فترة وجود علي الحبسي على مستوى حراسة مرمى منتخبنا الأول. بصراحة فايز الرشيدي حارس ممتاز، حارس ممتاز. الحديث عن فايز الرشيدي والحديث عن ما يقدمه والحديث عن تألقه الكبير رفقة نادي النصر، لكن قد تظلم وتأتي في عصر لاعب لا يمكن النقاش على مستوى وجوده في التشكيلة الأساسية. الحديث عن علي الحبسي سفير الكرة العمانية وسفير السلطنة في الملاعب الإنجليزية الأمين. كرة مرسولة، آخر ربع ساعة عزيز المتابع من زمن شوط المباراة الثاني. هنا عزيز المتابع تسألني عن الموقع ديربي الجنوب، تسألني عن النتيجة التعادل 1-1، تسألني عن الوضعية في هدف قادم، في هدف قادم.
نادر عوض. علي البوسعيدي ينتظر المساندة، أتت المساندة من جانب رايد إبراهيم، واحد على واحد، ستة على ستة. خالد إسكندر مع رايد، هذه مرسولة. خليل الدرمكي حاول في الكرة الماضية، تغطية حاضرة في الكرة الماضية، حكم المباراة تشير على خطأ لمصلحة فهد نصيب. علي سالم يتم إشراكه أو سيتم إشراكه في اللحظات القادمة، لكن بديلا لمن؟ هل يتواجد في مركز الظهير الأيمن بديلا لسعيد ربيع؟ 1850 متبرج. كرة مرسولة ملعوبة لمصلحة نادي النصر داخل منطقة الجزاء. يا نصر كاد النصر أن يأتي، يا نصر كاد النصر أن يأتي. اقترب النصر في الكرة الماضية أن يسجل وأن يجذب النصر ربما في هذه المباراة الخاصة بين الفريقين. كرة مرسولة بن تايري، بن تايري، بن تايري، بن تايري. أوه، هجمة شهدت عمل التمرير الممتازة، لكن النهاية لم تكن حاضرة من جانب سامبا. سامبا من يمتلك 7 أهداف في بطولة الدوري رفقة نادي النصر. التمريرة سليمة، وضعية اللاعب سليمة، لكن هذا السلام لم يكتمل، هذا الجمال لم يكتمل في الكرة الماضية، وبعدها مرة تعدت بجوار القائم الأيمن إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة رياض سبيت. رياض سبيت أقل من ربع ساعة. إذن سعيد ربيع مثل ما تحدثت تماما يتم استبداله باللاعب علي سالم في قادم اللحظات من هذه المباراة مركز بمركز، لكن أكثر حيوية وأكثر نشاط سيكون من جانب علي سالم في قادم دقائق من هذه المباراة. كرة مرسولة، رائد إبراهيم، كرة ملعوبة إلى من؟ إلى لاوسن بيكاي. علي سالم أول لمساته مرسولة بشكل ممتاز. أدمير، هل تأتي العرضية؟ كرة مرسولة لا زالت بحوزة لاعبين نادي ظفار، يحاول يتقدم من الطرف الأيمن علي سالم، هذه مرسولة داخل منطقة الجزاء. الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام على كرة ملعوبة، على هدف يسجل في هذه المباراة الخاصة، هدف جميل 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 جميل. الله 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 الله، يا كرواتي يا أنيق، يا كرواتي يا مثير، يا كرواتي يا من أتيت بهدف جميل سكن في شباك النصر وأسعد الأنصار. تحدثت قبل 3 دقائق و20 ثانية تحديدا بأن الهدف قادم لا محالة، بأن الهدف قادم لا محالة، وكأن ابن مدينة رييكا يسمعني ويسمع الكلام، بل يسمع التعليق. قال أتى الهدف، نعم أتى الهدف. الله 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 الله، يا للجمال يا للجمال يا للجمال يا للجمال يا للجمال في الكرة الماضية من جانب أدمير. أدمير 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 دمر الشباك، بل مزق الشباك هذا الأدمير، هذا الكرواتي ابن مدينة رييكا الكرواتية، يسجل الآن الهدف الثاني لظفار ويفرح الأنصار والمحبين والعاشقين والمغرمين والمتيمين وكل من يعشق نادي ظفار. زعيم الكرة العمانية، يبدو لي بأن نادي ظفار سيزاحم على هذه البطولة إن تحقق الانتصار إلى النهاية. إلى النهاية عزيز المتابع، البطولة طولت على نادي لا يطول هذا ولا يغيب كل هذا الغياب على مستوى بطولة الدوري. والله لو تسألني بمنتهى الحياد أقول بأن بطولة الدوري أصبحت هي الأخرى مشتاقة لظفار، أصبحت هي الأخرى مشتاقة لظفار، ولو كان لها لسان لتحدثت وقالت وعبرت عن مدى شوقها لنادي ظفار، لأن يكون نادي ظفار هو فارسها في نهاية الموسم على مستوى بطولة الدوري.
هذه الجماهير بصراحة تستحق أن تفرح على في نهاية البطولة في نهاية بطولة دوري. والحال مشابه تماما عزيزي المتابع للشباب للصقور الفريق الرائع جدا الذي يقدم مستويات طيبة مع المدرب وليد السعدي والآن مع المدرب القدير الآخر سالم سلطان. العروبة هو الآخر الفريق اللي عارف العروبة جيدا هو الآخر من الفرق الصعبة جدا على بطولة الدوري. صحار الذي حقق الانتصار في هذه الليلة في مباراته أمام العروبة هو الآخر ولكن كإحساس كمثل إحساسي الذي كان قبل الهدف يقول بأن نادي الظفار سيكون رقم صعب جدا على بطولة هذا الموسم. أقولها بكل حياد بمنتهى الحياد في هذه الوضعية وفي وضعية نادي ظفار الحديث عن هذه الأمة التي تتواجد خلفه وهذه الرغبة من جانب الجماهير الحاضرة والكل تابع الجماهير في مباراة دور نصف النهائي على مستوى بطولة كاس جلالة السلطان. الجماهير التي حضرت وتواددت جوا الحديث عن مساندة نادي ظفار بتلك المباراة. كرة مرتولة لسامبا سامبا سامبا إلى من؟ إلى عبد الله المشاخي. كرة ملعوبة أوه يا بن تايري أوه يا بن تايري كاد أن يجعل الكرة تدور في شباك رياض سبيت. هذا بن تايري هذا المغربي الذي أرسل الكرة بالرأس لكن وجدت رياض سبيت في الموعد. نادي النصر بصراحة بدأ بداية ممتازة في شوط المباراة الأول وأنهى شوط المباراة الأول متفوقا على كافة الأصعدة في هذه المباراة. شوط المباراة الثاني اختلف تماما شهد أو شهد عودة لظفار بتسجيل هدف التعادل عن طريق ضربة جزاء ومن ثم تسجيل هدف السبق من جانب أدمير عبدالله المشاخي والعرضية والرأسية بعد ذلك لتجد حارس المرمى رياض سبيت. تبديل في صفوف نادي النصر. جمعة درويش يترك أرضية الملعب يتم اشتراك مسلم عكعاك في هذه اللحظات. نلعب في آخر سبع دقائق عزيزي المتابع من زمن شوط المباراة الثاني. الله 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 على جماهير نادي ظفار على جماهير نادي ظفار وعلى ما تقدم في هذه المباراة. بصراحة وقفة رجل واحد في هذه المباراة من جانب جماهير نادي ظفار في هذه المباراة. كرة تترك إلى خارج أرضية الملعب يستفاد منها ركلة مرمى لظفار ركلة مرمى لظفار مع رياض سبيت. بهذه الوضعية عزيزي المتابع يصل نادي ظفار إلى النقطة رقم 34 ويقلص الفارق بين وبين نادي الشباب إلى خمس نقاط ولا زالت في الملعب تسع مباريات أو تسع جولات متبقية من بطولة الدوري قد يحدث فيها كل شيء ولا تنسى عزيزي المتابع ولا تغفل عن أن الفريقين المتصدرين لبطولة الدوري شباب وظفار سيلتقيان في الجولة الأخيرة من القسم الثاني في آخر جولة. إذا ما كان الحسم حاضر في الجولات القادمة سيحضر لا محالة في الجولة الأخيرة. كرة ترسل لظفار من الطرف الأيمن داخل منطقة الجزاء لكن مرة عدت وصلت إلى بن تايري. تدخل من علي سالم عادت مرة أخرى قاسم سعيد إلى علي سالم. كرة مرسولة إلى من؟ رائد إبراهيم. إرسال كرة أرضية وصلت إلى علي سالم. أدمير داخل منطقة الجزاء مع مساحة يبحث عن التصويب. مرت الكرة وصلت إلى بن تايري حاول المرور لكن تم إيقافه بطريقة غير مشروعة من جانب قاسم سعيد في الكرة الماضية. بن تايري مرورة بشكل ممتاز بعد ذلك أتت العرقلة من جانب قاسم سعيد في الكرة الماضية. الجولة الماضية أو الجولة القادمة عزيز المتابع كما تحدث ستكون في 7 أبريل القادم بحوله تعالى بعد فترة التوقف. نادي ظفار سيحل ضيفا على نادي صحم في المجمع الرياضي بصحار. نادي النصر سيستضيف أو سيحل ضيفا هو الآخر على نادي فنجة على أرضية استاد السيب بالعاصمة مسقط.
هذا هو الحال بالنسبة للمباريات القادمة للفريقين بالنسبة لنادي ظفار ونادي النصر. الكرة إلى خارج أرضية الملعب أو لا زالت في أرضية الملعب بحوزة لاعبي نادي النصر. عادت من جديد فهد نصيب، إرسال الكرة وصلت إلى عبد الرزاق بن تايري، إلى عبد الله المشايخي يحاول، وصلت إلى فهمي دوربين. دوربين كان يعمل بمنتهى الدقة في شوط المباراة الأول. الأصابة فيروس نادي ظفار وارد جدا، طبيعي جدا. الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى كانت عشوائية من جانب منور مبارك إلى خارج أرضية الملعب. أكبر نتيجة حضرت في تاريخ مواجهات الفريقين فوز نادي النصر بثلاثية نظيفة كانت عزيزي المتابع في موسم 2000 وفي الموسم قبل الماضي. تفوق نادي النصر 3-0، وأيضا عزيزي المتابع حضرت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين. كرة مرسولة لظفار في محاولة لكن أصبحت مقطوعة، عادت من جديد ولكن قبل ذلك في وجود الراية وتسلل في الكرة في الوضعية الماضية. وتتحدث عن تاريخ مواجهات الفريقين وأكبر النتائج الحاضرة، 4-1 عزيز المتابع في بطولة الدوري كانت في 18 من فبراير عام 2014، 4-1 لمصلحة ظفار. وأيضا في بطولة كاس ماسدا بنتيجة 3-0 لمصلحة نادي النصر، وبنفس النتيجة لمصلحة نادي النصر ولكن على مستوى بطولة الدوري بنتيجة 3-0. كرة مرسولة أدمير، مرسولة إلى أدمير الكرواتي مرة أخرى يحاول تصويبها لكن فايز الرشيدي في التوقيت المناسب. آخر 3 دقائق عزيزي المتابع من الوقت الأصلي لزمن شوط المباراة الثاني. كرة مرسولة إلى الأمام، عادت مرة أخرى من تامر الحاج، رائد إبراهيم إلى علي البوسعيدي، وصلت إلى رائد إلى علي البوسعيدي مرة أخرى، تناقل الكرات نادر عوض قلب الدفاع، كرة تتخلص ترسل إلى الأمام لاوسن بيكاي قادم من المناطق المحظورة، الراية السليمة من جانب الدولي عبدالله الجرداني في الكرة الماضية. انذار للاعب قاسم، أو نعم بالفعل قاسم سعيد في الكرة الماضية انضم إلى قائمة المنذرين بعد اللاعب الذي ترك أرضية الملعب محب عوض. مباراة سريعة، مباراة لم يلتفت فيها اللاعبين إلى الانذارات، كل التركيز على ممارسة كرة القدم في أرضية الملعب. الانذار الثاني في المباراة لقاسم سعيد وقبل لمحب عوض. الدليل الذي يدعم كلامي بأن اللاعبين في أرضية الملعب للعب كرة القدم. بن تايري حاول في الكرة الماضية أصبحت مقطوعة لمصلحة أدمير. هذه مرسولة 2-2 لاوسن سريع، لاوسن تصويبة، أوه. الدليل الرسمي لنادي ظفار كاد أن يكرر ما فعل في بداية شوط المباراة الثاني. لاوسن بيكاي كاد أن يأتي بالهدف الثالث لظفار لكن الكرة مرة تعدت إلى خارج أرضية الملعب. اسمع 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 الطريقة الإسلندية التي ظهرت في بطولة أمم أوروبا الأخيرة تحديدا لمنتخب إسلندا، بنفس هذه الطريقة بنفس هذه الوضعية بنفس هذه الكيفية. جماهير نادي ظفار حالة من الطرب في هذه المباراة. هذه التصويبة من جانب لاوسن بيكاي التي مرت وعدت إلى خارج أرضية الملعب. نصل إلى الدقيقة 90 عزيز المتابع من هذه المباراة من ديربي الجنوب، من ديربي السلطنة الأول ظفار النصر. هذه المباراة الممتعة بصراحة مرت سريعا
نصل فيها الآن إلى الدقيقة 90. ظفار متقدم على نادي النصر هنا في هذه المباراة التي يستضيفها في الجولة 18 من بطولة الدوري. هذا الرجل جالسا على الدكة ويوجه اللاعبين، والصورة الواضحة التي لا تحتاج إلى تعبير من جانب المدرب المصري حمزة الجمل. كرة مرسولة لمصلحة نادي النصر، علي البوسعيدي يبعد الكرة في التوقيت المناسب، وصلت لحارس المرمى رياض سبيت. 4 دقائق يشير إليها حكم المباراة المساعد أو الحكم الدولي عمر اليعقوبي، يشيرها حكم المباراة الحكم الرابع محمود المجرفي على ساعة الرقمية. 4 دقائق عزيزي المتابع، كل ما يتبقى من هذه المباراة. بن تايري حاول في المرور لم يتمكن من ذلك. رايد إبراهيم، رايد 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 رايد، الله 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 الله، خطيرة خطيرة خطيرة. أوه على كرة لم تكتمل، الكرة الماضية عادت من جديد، ويبدو لي بأن خليل الدرمكي سيرسل الكرة إلى خارج أرضية الملعب، وهو كذلك نظرا لإصابة اللاعب رايد إبراهيم في الكرة الماضية. انذار لجلاس، انذار لجلاس، فالو اتحصل على الانذار وينضم الى قائمة المنذرين. لاحظ رائد، لاحظ رائد بعد ما فعل العجب بصراحة، المرور من اكثر من لاعب في الكرة الماضية. اتت العرقلة من الخلف لاوسن بيكاي، وبعد ذلك فهد نصيب انقذ الموقف في الكرة الماضية. هذا هو جلاس، فالو جلاس وات، لاعب السنغالي صاحب 22 سنة ابن مدينة داكار العاصمة السنغالية. حالة من الفرع عزيزي المتابع هنا في مدرج الزعيم، في مدرج نادي ظفار. هذه الحالة يبدو لي بأنها انتقلت أيضا إلى البنك الاحتياطي، إلى دكة البدلاء الخاصة بنادي ظفار. نلعب في آخر دقيقتين عزيزي المتابع من الوقت الممدد البدل الضائع لهذه المباراة. كرة ترسل إلى الأمام داخل منطقة الجزاء، محاولة تصويبة، هل تأتي من جلاس؟ بالفعل، أوه يا جلاس، كرة مرت بجوار القائم الأيسر، غير راضي تماما، غير راضي تماما، كان يتمنى من إنصاف في الكرة الماضية، كان يتمنى إنصاف، كان يرغب بالإنصاف من جانب المستديرة، من جانب الجلد المدور. مرسولة إلى قاسم مع مساحة للمرور للتقدم، قاسم سعيد 1-1 إلى أدمير، يحاول أدمير يتقدم، يحضن على الكرة، ينتظر الزميل، ينتظر الصديق، ينتظر الرفيق. لاوسن بيكاي تتخلص إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة أو إلى رمي تماس لمصلحة النصر. نلعب في آخر دقيقة عزيزي المتابع، كرة مرسولة عادت من نادر عوض، ترسل إلى الأمام إلى رمية تماس أخرى للنصر، عادت مرة أخرى بن تايري، وصلت إلى رائد إبراهيم في آخر 20 ثانية عزيز المتابع من الوقت الممدد البدل الضائع. لاوسن بيكاي، عودة إلى الزميل، إلى قاسم، من قاسم إلى علي سالم، علي سالم، يأتي المرور في الكرة الماضية وخطأ لمصلحة النصر في الكرة الماضية، والاشتراك، حالة من الاشتباك الحاضر في الكرة الماضية، لكن حكم المباراة يأمر بالاستمرارية. الكرة ترسل إلى الأمام،
لمصلحة النصر في آخر المحاولات يبدو لي. وفي هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا تأتي صافرة حكم المباراة الدولي عمر اليعقوبي لتعلن عن فوز نادي ظفار بالفوز هنا في ديربي سلطنة الأول في ديربي الجنوب بهذه المباراة الكبيرة، بهذه المباراة التي شهدت التغيرات الكبيرة والكثيرة التي حدثت في هذه المباراة. تقدم النصر أولا عن طريق بن تايري، أتى لاوسن بيكاي وعدل النتيجة، ومن ثم أتى اللاعب أدمير ليضيف ويسجل الهدف الثاني بالنسبة لنادي ظفار الذي يصل إلى النقطة رقم